السلام عليكم، معكم سعيد مليقة. ان شاء الله الحلقه اللي نديرو اليوم هي كيفاش نيديتيو تصاور راو في لايت روم. بزاف ديال الدراري سولوني على الطريقه وبغيت نبسطها لهم باش تكون سهله. على بركه الله نحلو اللوجيسيال ديالنا، نحلو لايت روم. مثلا انا حليت لايت روم كيف ما تشوفوا. اول حاجه من تحل لايت روم باش يمكن لكم تخدموا معايا، كل تقدر اللي انستالي بالفرنسي، انا تنخدم بالانجلي. يعني باش تشونجي لونجلي تتمشي لهنا، تمشي لايت روم، تشوف هاد اللعيبه، تتبرك عليها، تتمشي للجينيرال، تتلقى هادي، تتعزل لونجلي بغيتي. انا درت انجلش. من تتمشي للانجلش تشوف انت التصاور ديالك اللي باغي تيديتي. مثلا انا هادو تنشوفو، مثلا عندي هاد التصاورات، يعني بغيت نخدم عليهم. مثلا نشوف شنو بغيت ندير لهم، مثلا كي بحال هكا. هنا دابا تنشوف هنا تيبان ليا هنا كاين الضو بزاف، يعني تيبان ليا بانها مضويه من واحد الجهه ومن جهه اخرى عاديه. مي من تنبغي نايديتي التصاور ديالي تنجي لهاد ديفلوبمون. ديفلوبمون في هاد اللعيبات، مثلا في هاد البيزيك، يعني هي المسؤولة على الاكسبوزيسيون، تزيد الضو كيف ما بغيتي. مثلا نشوف هاد اكسبوزيسيون اكسبوزر، مثلا من نقص منها ولا نزيد منها شنو تتعطيني. دايما تبدا تجرب. مثلا انايا بغيت نشوف، بغيت هاد لي ديتاي اللي هنايا ما يتحرقوش. مثلا نرجع اللور نشوف واش يبانو. مثلا كي بحال كانت انتم تشوفوا تتبان، يعني كاينين، يعني نقدر نزيد فيها واحد شويه بحال هكا. ونجي الهايلايت، مثلا الهايلايت هو هذيك البلاصه اللي مضويه بزاف، ونقص منها شوف واش عطاني مزيان. يعني كي بحال هكا تشوفها. مثلا دابا هنا الهايلايت عطاتني بينات لي هاد اللعيبات بحال هاد الضواو، هاد السحاب وداكشي بان. مي دابا هنا زاد واحد شويه الظلام، يعني هذا دابا تيتسمى الشادو، يعني الظلال وداكشي. نشوف هاد الشادو، تنبقى نزيد نقص، مثلا تنقص تنزيد، تنشوف بانها راه تقادات عندي. مثلا كي بحال هكا تنشوف بانها راه تقادات. يعني نقدر نقص واحد شويه ديال الضو، نزيد الشادو. مثلا كي بحال هاد التصويره جاتني مزيان، مي خاصها واحد شويه ديال الكادراج، مثلا تميل واحد شويه ولا شحال. نقدر مثلا في البلاك تنزيد لي واحد شويه ولا نقص الا بغيت نزيد لي ديتاي. انا في الاديتينغ ديالي ما تنزيدش الكونتراست، نقصو باش الديناميك رينج تزاد. يعني الديناميك رينج هو مثلا ما بين الكري والكحل. مثلا انا تمينا نزيدو، نزيد هنا، شوف هنا تيولي كحل، يعني الكحل وهنا ما تيبقاش عاطين، تتولي البلاصه اللي مضويه والبلاصه اللي مظلمه. لا انا باغي هذاك الديغراداسيون، مثلا من الكحل حتى لهذا. وهذيك الساعه ملي تنبغي نزيد الكحل تنزيدو بوحدو، تنزيدو في هذه البلاصه، يعني في هذه الاريا ديال البلاك. مثلا تنزيد هذا، ما تنزيدش الكونتراست، حيت الكونتراست ملي تنزيدو تاثر ليا على التصويره كامل، ما تاثرش ليا غير على الكحل بوحدو. مثلا انا ملي نزيد في الكونتراست شوف كيف شي غياثر ليا في لي ديطاي ديال كلشي، وانا ما بغيتش هكا. مثلا نقدر نقص كي بحال هكا ونزيد الضو، مثلا الكحل نقادو. دابا كي بحال هكا مزيان، غيبقى ليا شويه ديال الا بغيت نزيد ليها الضو، مثلا لي كولور بغيت نزيد لهم في الفيبرونس ديالهم، يعني يوليو مثلا الزرق يولي زرق مزيان، يولي الخضر يبان مزيان. مثلا كي بحال هكا تنزيدها مثلا كامله، تنشوف شنو تعطيني. مثلا كي بحال هكا تنشوف عطاتني مزيان. حتى هنايا في هذا تتبان لك بانها مزيان وما مضوياش بزاف، ما مكليبياش بزاف وما مظلماش بزاف. ثاني حاجه مثلا هنا تنشوف من بعد الايديتينغ تنشوف الكادراج. مثلا تنشوف هذا الكادراج، مثلا ندور نشوف حتى تبان لي مقاده واحد شويه بحال هكا. يعني دابا تتبان لي مقاده، ولكن تيبان لي هذا الشيء هنا عوج. باش يمكن لي نقاد هكا هاد البيرسبكتيف خاصني اما فوتوشوب اما نجي هنا. كاينه واحد
ترانسفورم مثلا هذه بعد نوبه تندير لها اوتو تتعطيني مزيان مثلا تتكات لك كلشي تدير لك بحالك، ولكن تعطينا هاد الجنابات مثلا كيف بحالك هي كاتت ليا البيرسبكتيف كيف ما بغيت، نقدر نجي لهاد السكيل ونزومي مثلا نزومي ونطلع مثلا تطلع اما مثلا عندك الواي وزد مثلا الزد تطلع مي دابا يا تنطلع ولا هذا تقدر تحيد ليا شويه من داكشي اللي باغي. انا دابا نقدر نسكيلي واحد شويه نرجع واحد شويه واخا خيبا ليا داك البيض نقدر نحيد، ولكن ندير اوف مثلا ندير اوف ونصايبها كيف ما بغيت انا مثلا نجي لهنا نحيد الايديتينغ اللي درت مثلا بحال هكا، نجي مثلا نشوف هذا الهوريزون مثلا هي تتميل، ولكن انا مبغيتش الهوريزون نشوف الفيرتيكال مثلا الفيرتيكال هو كيحل يميلها واحد شويه بحالك بحال هكا صافي. انا بنت لي تقادات هذه ما نتسوقش لهاد الاخرانيه يعني نشوف هذا غير وحده تقاد حيت لا بقيت لا تبعتهم بجوج ما تقادش مثلا كي بحال هكا نقدر نقاد هنا ونمشي كروبين نشوف واش الكروبو هذاك صافي كي بحال هكا مزيانه يعني بالنسبه لي التصويره مزيانه. هذه بالنسبه لك كانت عندك شي وحده اللي فيها الضو بزاف وبغيتي تقادها يعني كي بحال هكا، انتما دابا ندير ايغاك باش تشوفها كيف كانت قبل كيف ولات مثلا انت دابا قبل ها كيف ولات يعني مثلا هنايا بعد نوبات من تنديرها هكا قبل وبعد تبان لي واحد شويه ديال الفرق مثلا كي بحال هكا تقدر الفرق في الكونتراست مثلا في الكحل باش نقدر نزيد نحيه مثلا كي بحال هكا نزلت في الكحل ها هي عطاتني مزيانه بالنسبه ليا مزيانه نقدر كاع نزيد واحد شويه الاكسبوزيسيون باش توقف كي بحال هكا كي بحال هكا مزيان كاع الا كانت عندي بعد النوبات كان عندك هذا الشيء مضوي بزاف بغيتي تنقص منه تتمشي لهاد ديغرادي تول مثلا هاد اللعيبه تجي تبدا من هنا وتنقص مي ما توصلش لهاد هذا باش ما يخسرش لنا مثلا انت مثلا نزيد انا نقص بغيت نقص كي بحال هكا بغيت نزيد ليها في كونتراست غير في هذاك الفوق اللي في السحاب بوحدو، بغيت عاوتاني نزيد ليها في سميتو الوايت بالانس ديالها نشونجي باش يجي ليك بحال الازرق كي بحال هكا نحيدها هانتوما شتي كيفاش عطات، ولكن دخلت بزاف هي دخلت ليا انا ولا تا هو تا هو بهذاك اللون مثلا انا مبغيتوش يعطيني كي بحال هكا مثلا نقدر نرجعو واحد شويه مثلا ندور مثلا كي بحال هكا باش يعطيني غير في هاد البلاصه اللي بغيت ما يعطينيش في البلايص الاخرى نشوف دابا كي بحال هكا مزيان يعني بالنسبه لهاد التصويره هذا هو الايديتينغ ديالها. شوفوا التصويره الاخرى اللي موراها مثلا التصويره الاخرى اللي موراها حتى هي تقريبا انتما كاينين جوج مثلا كي بحال هكا حيت مثلا بعد نوبات في التصاور تتصور تيبان لك ليكسبوزيسيون كوريكت هنا ولكن راه تيكرامي لك حتى الاخرين مثلا نشوف ليكسبوزيسيون دائما انا تنبدا بالاكسبوزيسيون ثم نقصات نشوف واش هاد لي ديتاي كاينين ولا ما كاينينش مثلا هاد لي ديتاي كاينين يعني نقدر نخليها هكاك نمشي للهايلايت نشوف النقص واش يجبدهم ونقص واحد شويه حتى يبقاو يبانو مثلا كي بحال هكا وهاديك الساعه نزيد الشادو انا طلعتو نزيد واحد شويه ديال الضو شويه باش الشادو باش يعطيني مزيان ندور واحد شويه ديال هذا الوجه الكادراج نقدر عاوتاني نزيد الكحل هكا والبيض مثلا نزيد نضوي البيض باش يضوي ليا هاد البلايص لي هادو مثلا نقص منه تزيد مثلا كي بحال هكا. بعد نوبة ثلاث صويرة كانت مكرامية بزاف راه تقدر ما ترجعش ليك مزيان يعني مثلا هانتوما ملي تندير هكا راه تيبان ليا هنا مشوط هاد البلايص يعني هادو ما يتريكوبيراوش يعني تقدر كي بحال هكا بالنسبة للإيفينمون ولا شي حاجة راه مزيانة خدامة يعني ما تحمقش راسك بزاف.
يعني دابا كي بحال هادي نزيد لي واحد شويه ديال هذا، نزيد واحد شويه ديال الضو بحال هكا مثلا، شويه الشادو صافي. يعني بالنسبه ليا التصويره مزيانه كي بحال هكا. نشوف دابا مثلا ايديتينغ ديال شي تصويره مثلا بورتري ولا شي حاجه كاين كيف ما كان، نشوفو كيفاش بغينا. ولا كنتي في شي ايفينمون ولا شي حاجه وبغيتي شي تصويرات يعني تقادها مثلا، نشوفو شي تصويره كيف ما كانت شي حاجه. مثلا كي بحال هادي، مثلا هاد البورتات هي مثلا هي هادي من امبورتيا. مثلا احنا كيف شفنا في الهيستوغرام هنا، يعني عطاتنا كم ظلمه، يعني تبان لنا غادي الجهه ديال الظلمه، هاد البلاصه هي الجهه ديال الظلمه والبلاصه هي الجهه ديال الضوء. بعد نوبات راه يمكن لي نديتي التصويره كامله غير هنا، نقدر نبرك غير هنا ونبقى نكحز راه تاديت لي التصويره، يعني بلا ما نحمق راسي نبدا نمشي للور ولا شي حاجه، بلا ما ندير حتى حاجه اخرى نمشي غير لهنا. مي مثلا انا في التصاور ديالي شنو ندير، مثلا انا ريزيتير مثلا كي بحال هكا، نجي اول حاجه نجي لهاد لانس كوريكسيون، تمشي للبروفيل تدير انابيل باش يتقاد ليا اوتوماتيكمون هاد الديستورسيون اللي كاينه بجدام. تمشي لثاني حاجه تنشوف كونتراست، مثلا هنا ملي تشوف هاد الكحوليه ديغراداسيون ما بين الابيض والكحل، غادي بيض كحل ما كاينش الكري، مثلا تنبغي نبين هذيك الديغراداسيون مثلا كيما بحال هكا تنبينها. تنجي عاوتاني تنشوف الشادو، مثلا انا دابا تنشوف هاد التصويره اللي عندي، مثلا البروجيكتور بغيت نحييه واحد شويه، مثلا تنجي للهايلايت تنزيد فيه، تنزيد حتى في الشادو ان شاء الله تبان واحد شويه مزيان. تنقدر عاوتاني للبلاك نقص منه، نزيد في الفيبرونس. عندو بات كاينين شي حوايج شي وحدين اللي تبغي دير لهم هاد كلاريتي، مي مثلا الا كان كي بحال هكا شي حوايج اللي مسخين تزيد تبينهم لك خايبين، مثلا نقدر ندير اي واحد هذيك، مثلا الا بغيت شي حاجه ديال الدراماتيك ولا هذيك نقدر نديرها. من بعد نجي نشوف الديتاي يعني لي ديتاي، مثلا هي الشاربنس، مثلا تنشوف نزيد منه تنشوف واش تعطيني ولا لا، تنشوف عاوتاني تنبرك على الت تنبقى نحرك، مثلا انت تيبان ليا في هنايا، مثلا من نبدا نحرك تيبان ليا داكشي هو هذاك، تنجي في هاد الراديوس ديال 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 الشاربنس تنبرك عليه تيعطيني الادج، تيبان ليا كيف داير، مثلا تيقول لك واش بغيتي الشاربنس في كلشي ولا في هذاك الادج. مثلا انا تنبغي غير في الادج بحال هكا، دابا انا هو عطانا الشاربنس مزيان و الديتاي كاملين مزيانين. تنشوف بعد نوبات الوايت بالانس، مثلا الوايت بالانس تقول لي كيف ما مصور، بعد نوبات تيكون شي حاجه سخونه تنجيو غير لهنايا، مثلا تنهبطو واحد شويه تتبرد ليماج، الا بغيت نسخنها تنسخنها مع هاد الحيط صفر، من الاحسن يكون واحد شويه بعد تما كي بحال هكا. شوف كي بحال هكا، انا بالنسبه لي دابا كي بحال هكا كي بحال هكا ليماج ديالنا مزيانه. نديرو إيكغاك باش نشوفو قبل كيف كانت وكيفاش ولات الراو. دابا الإشكالية ديال الراو هو بأن واخا تكون مصورها مزيان مقادة، مين تتحل في لايت روم تيمشي ليها الريكلاج ديالها، يعني تقدر تكون مصورها مثلا نقدرو نجبدو دابا تصويرة نفسها وحدة جي بيغ وحدة راو، مين تتحل الجي بيغ تلقاها مإيديتيها مقادة،
ولكن الرو تلقاها مشى ليها الريجلاج كامل ديالها. هذاك الشيء علاش ولا بد خصك تحلها في فلايت روم وتايديتي كيف ما كانوا عندك. مثلا انايا هاد البريسيت اللي هاد الشيء اللي تندير في لاباراي ديجا مريقلوك بحالك، يعني تبقى نفس الريجلاج اللي في لاباراي كاين في هذا. وداك الشيء علاش ما تيكونش عندي بزاف ديال المشاكل بيناتهم. تنتمنى الفيديو يكون عجبكم، واي تساؤلات ولا اي حاجه تتخص لايت روم ولا التصوير بصفه عامه يمكن لكم تسولوني يعني على الراس والعين. اهم حاجه من سالي هذا الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم وتسجلوه في القناه. شكرا.